وعلى الكرجس عروسته محل عاملة يعني، ايه؟ وعلى الله عرس لا حول بها ولا قوة، والدته وكلهم والله، وكلنا والله احنا في حالة ذل، والله احنا مش مصدقين، والله ما مصدقين عروسته كلنا يعني. لسه في بيته ولا روحت بيت اهلها؟ لا عرسه في بيته موجودة، بس موجودة في الدور الأولاني عشان هم الشقة بتاعتهم في الدور التاني يعني. كانت قاعدة معاه على طول. وامه عاملة ايه؟ أمه والله الله يكون في عونها، عارف حضرتك حاجة صعبة أوي عليهم، اه هم طبعا لا حول ولا قوة، وربنا يصبر على كده. والله العظيم يعني في صلاة الدور على الجنازة الناس كتير أوي بعد صلاة الفجر ما كانوش تعرفوه، من كتر ما هم سمعوا عنه وكده كانوا بيتمنوا إن هم يبقوا أصحابه وعايزين يتعرفوا عليه. هو ما يا شاء الله محبوب إلهي. جدا وخفة دم آخر كلامه وأخلاقه. ليك إيه يا عبدو؟ آخر كلامه فاكره له هو في قال لي قعدة صفا مرتين واحنا في بينكم؟ الفرح، قال لي مرتين واحنا في الفرح، ايه رايك الفرح حلو تمام، كان مبسوط يعني، كان بياخد ارائي في الفرح يعني، والدنيا والليله يعني كانت عامله ازاي وكده، قال لي مرتين الجمله دي، وكان مبسوط جدا وفرحان، وتصور معانا كلنا وسلمنا عليه وكله كان تمام يعني. كنا بقى مستنيين ان احنا تاني يوم نروح له بقى ونقاطه يعني، فاتضح ان احنا جايين في الجنازه مين اللي بتاعته. وصلك الخبر يا عبدو؟ مين اللي قالك الحق اسماعيل توفى؟ احنا سمعنا طبعا التعفيف، كان ناس معاهم وهم جايين، فالاخبار اتحركت تتنقل وكده من شخص لشخص وكده، فكل بيسمع اي حاجه فبيقولها، فاحنا ما صدقناش. انا لبست كنت جالك الخبر رجعت من الساعة كام؟ جال الخبر حوالي الساعه 2 ونص، وانت سايبه الساعة كام؟ انا سايبه الساعه 2، الساعه 1، هو الطريق خد 1 ونص ساعه، ساعه ساعه انتوا ونص. زفتوه تحت البيت وسبتوه يطلع؟ لا ما زفناهوش، احنا كنا في القاعه في الوراق في القاهره، احنا ساكنين في الشرقيه، هو ما ماتش احنا في بيته؟ روحنا وصلنا الشرقيه. لا هو مات في الطريق، في اول ما خرج من القاعه كان تعبان، قال يروح المستشفى، بس هو ما كانش عنده اي حاجه، ولا بيشتكي ولا بياخد علاج لاي حاجه خالص. ولا مدخن؟ لا لا انا جسمه رياضي جدا، وبقول لك وبيلعب كوره على طول يعني، حتى قبل الفرح كان في بنلعب في ملعب خماسي، وكان بيلعب كوره عادي وطبيعي، جسمه رياضي ما شاء الله، لا إله إلا الله. وعامل فورمه كويسه يعني. قلبي عندكم وربنا بس بعد يصبركم. اذنك عاوز نصيحه اتفضلوا. بس يعني، لو اداره الزمالك مثلا تتابع او تشوف مثلا وتسال عنه، او تسال اللعيبه بتاعته، وهو كان قضى 12 سنه وحظه ما كانش كويس، مع ان اسال الكابتن يوسف اوباما والكابتن عمر جابر، اساليهم عن مهاراته ولعبه، هيقول لك هو احسن مننا كلنا، بس النصيب الله. حضرتك انت عارف هو ما نصيب. كانش موفق في الكوره ان هو يدخل في الكوره يعني معاهم ويلعب في الفريق الاول، وهو لا احرف من الناس دي كلها، هو ما يقولها بيقولوا الكلام ده بنفسهم لو انت حضرتك استضافين، وما شاء الله مهاري جدا ولعيب في اي مكان يعني، والكل عارف بكده. بس نصيحه يعني، لو مثلا اداره الزمالك تساعده في حاجه، تساعد اخواته في اي توظيف في اي حاجه يعني، اكراما مثلا أكيد له نادي الخدمات الزمالك اللي نادي قدمها في عريق ونادي مهم، بالظبط. اه ودايما في كل المواقف اللي بتبقى من النوع ده بالظبط. اه بيبقى لهم بصمة، وبصمة كبيرة ومتميزة كمان. وحضرتك لو نورتني. تشوف الاخبار كلها انت عارف يعني، الناس كلها منزله عنه، كل شفنا يا ماتش عبدو، ما عشان بتتكلم كده عليه انت والله. معانا النهاردة. اه شفنا وعشان كده كنت حابة انت تدخل تقول عن حياته الشخصية، وتقول عن انه ما كانش مدخن، ان هي مش جدا أزمة خالص، لا لا بسبب ما فيش حاجة تدخين معينة. ولا اي حاجه، لا هي فرحه ممكن تكون فرحه زياده، مبسوط قوي، زي مثلا ما واحد بيزعل او بيحصل له تعب او ازمه او حاجه، نفس النظام برضو لما الواحد يفرح بالزياده، او هو كان مبسوط فوق ما تتخيل يعني، مبسوط الله جدا يرحمه ويغفر له. وفرحان، واصحابه كلهم جايين، كل اصحابه جايين من مصر كلها، كل الاصحاب والله في كذا مكان.